الوفاء والبنين ان شاء الله. الف مبروك. تفضل يا استاذ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مبروك يا فندم. اي خدمه تانيه يا سعاده الباشا؟ انا محروس. لو اي حد عرف بالجوازه دي او شم خبر عارف هيحصل لك ايه؟ ايوه باشا، هتشوف الويل والعذاب اللي محدش شافه. من قطع لساني لو كلمه خرجت مني يا باشا، انا لا شفت ولا سمعت. احنا بنخدم البلد يا محروس. ايوه باشا. وعشان نخدمها صح لازم نكون مرتاحين في بيوتنا. طبعا يا باشا. اللي عملته ده لمصلحه البلد عشان اعرف ادي في شغلي كويس. ادي يا باشا، ادي ادي ولا يهمك. ادي يا باشا، ربنا يكون في العون يا باشا. اي مساعده يا باشا؟ لا ولا مساعده ولا حاجه. اتفضل. صباحيا مبارك يا عريس. ايش وطي صوتك، حد يسمعنا؟ وايمانات المسلمين طول الليل بدعينا. مش شرفتنا برضه؟ اتجنيت يا الكتن الكتن. بس قول 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 طعمة الكسيف، شرفتنا ولا لا؟ قول. شوف يا محروس، انا مش فاضيلك دلوقتي. روح 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 اقعد لوحدك في حته بعيد. يلا يلا. شوف يا باشا، انت المصباح اللي بتنور لنا السكه، سعادتك يا باشا اللي بتمشي في طريق الكفاح واحنا في ديلك، سعادتكم يا باشا اللي بترسم الخطه واحنا وراكم. انت هتخطب يا ولد؟ شوف سعادتك في منتهى النباهه، انت عرفها وهي طيب. انا جاي طالب البر. طالب البر؟ في مين بقى؟ في بنت هيام. ها؟ هيام؟ انت عايز تتجوز هيام؟ شوف يا باشا، احنا بنخدم البلد. ها؟ وعشان نخدمها صح لازم نكون مستريحين في بيوتنا. اللي بعمله ده عشان اعرف ادي في شغلي زي سيادتك ما بتدي بالظبط. طيب قول لي بقى هتعمل ايه بقى مع مراتك؟ ما عشان كده انا جاي لك يا باشا. تعرف يا باشا لو حد شم خبر بالجوازه دي او عرف حاجه هيحصل ايه؟ هيحصل ايه يعني؟ هشوف الويل والعذاب اللي ما حدش لسه شافه يا باشا. مفاجأة يا فندم بعد إذنك. والله العظيم.
عظيم يا معالي الباشا، سعادتك مرزق ونيتك خالصة. خير؟ شقة معاليك اللي منورة عمارتي اللي في الزمالك. مالها؟ جالها زبون وجاهز بمليون ونص على الترابيزة. لا 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 لا، قول كلام غير ده. مش قلت المعاليك المنطقة أسعارها ولعت؟ الأسعار بقت فوق 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 يا معالي الباشا. عشان كده يا فندم أنا بقترح إن احنا نبيع. وأنا شايف. طيب ما أنا عايز أقول نستنى شوية يمكن الأسعار تعلى وتوصل لـ2 مليون. 10,000 جنيه بقى مليون ونص. قعدت اقول لك خد ال 300 جنيه اللي حلتي، قعدت تقول لي جاردن سيتي جاردن سيتي. اهي ولعت. الو، اهلا يا ماهي. احنا بعنا يا فندم. ها اتفضل. اجيب لك شويه حندقوك كده يا باشا على المشي. عشتيني والله. امتى؟ النهارده؟ لا هيبقى صعب علي، ما انا اصل حركاتي بقت محسوبه عليا. طب اقول لها ايه بقى؟ بصراحه كده دي ما بقتش عيشه. انا اتفقت معاك من يجي اكتر من اسبوع وقلت لك ان اختي وجوزها جن يتعشوا معانا. يا اعتماد انا عندي مسؤوليات كبيره قوي وربنا يعيني عليها، وانا رايح اتفسح. قول لها يا محروس احنا رايحين فين؟ للمدعي الاشتراك يا باشا. عشان ايه يا محروس؟ عشان نتقي شره يا باشا. حاكم يا اعتماد هانم المدعي الاشتراك ده لما يزعل من حد بتبقى وعيته سودة، وبعدين هو كمان بيغير على الباشا الوزير من خيال. سمع. بروح اغير هدوم. انا احوال الوزير ما بقتش عجباني ابدا اليومين دول. قصدك يعني يا اعتماد هانم عشان شويه الخستكه والرهقان وخطفه الوش اللي طالع على جتته اليومين دول؟ ايوه بالظبط يا محروس. شغال يا اعتماد هاني، ده كل حاجه عليه. هو في حد بيشتغل في الوزاره غيره؟ ده ولا اللي ماسك وزارتين؟ وزارتين؟ هو في حد في الدنيا بيمسك وزارتين؟ بتحصل يا ست هاني، الوزير له لحد 4 وزارات بس يعدل بينهم. حلقة يا كلب. ساعة؟ يخرب بيتك يا دون يا واطي، تخلي سيدك بره مش عارف حاجة وتلعب بديلك في بيته؟ ده انا هخرب بيتكم انتوا الاتنين، هوديكوا في داهية، هجيب لكم البوليس. في ايه يا اعتماد؟ الحقني يا مذكور. إيه؟ بيتك الطاهر الشريف، شوف ايه اللي بيحصل فيه وانت بره. الواد محروس و في بيتي بعد نص الليل؟ ايوه. يا ربي يا ناس، انا لا غلطت ولا نجست ولا اغضبت ربنا في حاجه. بيتك طاهر وشريف يا باشا، الست دي مراتي على سنه الله ورسوله، واسيبت جواز معايا. هات يا بنت اسيبت جواز مش كده. تبقى مصيبتك اكبر. وانت يا محروس انت مش متجوز ومخلف عيال؟ تتجوز على مراتك يا محروس وفي السر كمان؟ اخس اخس اخس. انت مش عارف ان الجواز ده اساسه الاشهار والاعلان؟ ظروف بقى يا باشا، وخلي الطبق مستور يا باشا.